وكما هو معروف المفتي يجيبك على مقدار سؤالك، كيف ما تسأل ويجيبك. إذا أنت قلت كل الحقيقة وأعطاك فتوى كل فتوى وقعت موقعها الصحيح، وإذا قلت شيء وتركت شيئا آخر وأفتاك بمقتضى كلامك فالفتوى فيها خلل. ومن أخذ فتوى وفيها خلل بسبب أنه لم يبين كل الملابسات فهذا لا يحل له ما أخذه إلا بعد أن يصحح الكلام ويرجع إلى المفتي ويقول له رأوا الكلام صار كذا وكذا وكذا وكذا، ولا يجوز له، يعني لا يغنيه التمسك بفتوى مكتوبة من دار الإفتاء وليست فيها الحقيقة كاملة. دار الإفتاء لم تعرف الحقيقة كاملة وأعطته فتوى بناء عليها، فما دام نبهوه على حاجة هو ما يعرفهاش وعارف الحقيقة كاملة عليه أن يرجع إلى الإفتاء ويقول لهم رأوا الموضوع فيه كذا وكذا وكذا، هل الفتوى ما زالت سارية ولا تحتاج إلى تعديل؟ هذا هو الذي يريد أن يبرئ نفسه ديانة. أما إذا كان شخص غير مجرد هو يتصيد أن حصلت فتوى من دار الإفتاء فهذه لا تغنيه شيئا، لأن فتوى المفتي ولا حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. يعرف الإنسان حرام لا يجوز له أن يأخذه ولو أفتاه المفتون، ومن حقه أن يرجع إلى دار الإفتاء ويستدعي يقول أني نحتاج إلى أنتم تستدعوا خصمي، وده اللي افتاه عند هذا النظام ماشي به، فيها لجنة مختصة تدعوهم، تدعو الخصماء كلهم وتسمع منهم وتتحقق منهم، وبعد ذلك إذا أردت تعديل الفتوى تعدلها، ما عندهاش مانع من هذا.